الفريق الامل الفني الاحياء والخلاق. والسابع لفريق الامل هو ابن مدينه قلعه سرابنا. الان تقلد على هذا الموسم. فريق الفتح الحالي مع الفتح.
حتى في استراتيجية قام بها قامت بها إدارة الفتح على يد الرباطي يعني التوجه ناحية سوق الهواج بصحة التعبير وبالتالي الاعتماد على مجموعة من الأسماء اللي عطات الأكل ديالها واللي عطات الآن استطاعت أنها تحترس مكانتها تشكيلة رسمية للفريق الأول وأيضا للفريق الأمام الفريق الأول حديث عبد زكريا أو حمزة عفوا حمزة الوالدين وسط ميدان أمل الفتح الرباطي حاليا ولاعب السابق للفريق مجدد الآخر والحديث أيضا عن أيمن العزري اللاعب السابق للفريق الجمعية الرياضية المنصورية الآن أيضا ضمن مكانته بشكل رسمي لجمعية السلامة أن مجموعة من الأسماء بطبيعة الحال انتقلت من الهواس إلى فريق الفتح الرياضي الرباطي كنا جوج الأسماء بالإضافة ليحيى بن خلاق لا لكن يتواجد مع أمل الفتح القادم من أمل زوج وأيضا حمزة قرقوق المدافع السابق للنجمة السباطية كلها أسماء انتقلت من فرق الهوات إلى فريق الفتح الرياضي الرباطي هنا الكرة لصالح رشيد السرقع دائما لأمل الفتح رشيد التمريرة مولوعة وصلت لرشيد مرة أخرى عنده الكرة الخطيرة رشيد السرقع حكم الكرة لم تتمكن من هذه الموضوعة يموت مالا مرة أخرى إلى البروز لصالح فريق أمل الفتح الرياضي الرباطي هنا دائما لصالح فريق شباب بين فريق الشباب قسم التادلة وأمل الفتح الرياضي الرباطي دخل الدقيقة العشرون من عمر الشوط الأول والمباراة تكون نتيجة دائما نعيش على إيقاع بايرن برانك في الجهة الأخرى دائما لصالح أمل الفتح الرياضي الرباطي دفع الكرة للخلف ليحيى يحيى بن خلاق عنده الكرة يحيى تقريبا رقم 10 الحديث عن خمسة شباب تبعث الكرة لصالح كيف ما قلت كل عشاق فريق شباب قسم التادلة يرغبون بالوصول للانطلاقة تكون من بوابة أمل الفتح الرياضي الرباطي رغم وجود الفريق نعم لكن نقطة أو ثلاث نقاط لمن هكذا يرغب من هذه الدورة الدورة السادسة وبالتالي النتائج الخمسة الأولى اللي كانت كلها هزائم فأكثر من مرة كان يؤدي أداء جيد في المباراة فيها لكن ما حدثش الحظ كان مثل المباراة الأولى كان محدود التسجيل أمام الجمعية الرياضية المنصورية لكن المنصورية رجعات أيضا زكريا روح روح بص عادي روح الخامسة أمام فريق شباب فريد ربما كانت يعني مباراة صعيبة يعني نحكموا من سينتصر فيها لكن طرد الحارس الحارس الأولى أثر بشكل كبير على فريق شباب قسم التدقينة وبالتالي انهزت المباراة بنتيجة هدفين لصفر يونس حكيم بشكل جميل يونس رغم كبر السن لكن لا زال قادر على العطاء كيعطي التجربة والخبرة ديالو إلى جانب الخبير أيضا وإلى جانب صاحب التجربة التمرير إلى من يونس حكيم جميل الآن الحارس نوفل يجوب النار في المكان المناسب نوفل يجوب النار تسديده جميله كانت لكن نوفل في المكان المناسب وبالتالي الفرصه كتضيع على فريق الشباب قسم التاله يحيى بن خلاق العيان انتقال دائما لصالح دفاعات امل الفاتح كره عند يحيى يحيى عالية في العمق البحث عن حمزه مولوعه لكن بالراس وصلت لما لرشيد اسارقه مقطوع الكرة الحكم تيقول ما فيها ولا شيء مرة أخرى لمن؟ لأيوب الغراسي إلى البروسي جهاد الموصلي إلى البروسي التمرير لرشيد أسرقة رشيد عبد الكرة التمرير لكن وصلت لمن؟ للحارس حارس فريق شباب قسم التادلة محسن بن علي الاتحاد الرياضي اللي بجاه الان يعود الحكم مصطفى هو الاول
يحيى بالخلاق جانب من الفضلات من عشرين يوم موضوع على
أول
باش ندور قدام. علاش نزيد واحد قدام شباب قسم التالي ذاكرة الخطة العرضية لكن زكريا شميل الكرة لكن بالرأس من دفاع الفريق أمل الفتح وصلت لمن حكم يكون خطأ لفريق أمل الفتح على يد الريبة. إذا لا زالت النتيجة متباينة الكرام دائما 0-0 لكن مع تغير ومعطى جديد وخروج كابتن فريق أمل الفتح الرياضي الرباط عدنان بن بقالة ببطاقة حمراء بالتالي سيكمل فريق أمل الفتح الرياضي الرباطي. تبقى من الشوط الأول و 45 دقيقة من الشوط الثاني بعشرة لاعبين فقط. سيستغل فريق شباب قسم التالا هذا المعطى والنقص العددي لفريق أمل الفتح الرياضي الرباطي المتابع محمد مليحي عنده من الخبرة الكافية من أجل الخبرة الكافية ما بإمكانه أنه المشاهدين الكرام 38 دقيقة دائما تعادل 0 لمثله بين فريقي شباب قصبة التادلة الفريق المستقبل هنا بالمركب الشرفي لمدينة بني ملال وضيفه أمل الفتح الرباطي. 7 دقائق على نهاية الجولة الأولى بالضبط يعني 38 دقيقة من الجولة الأولى. شباب قسم التالي الكره زكريا المخطر اللي معروف بالتسديدات القويه يمكن ان نشوفه الاهداف تجي عن طريق الكره الثابته نتابع ونعاين كره ثابته وراء زكريا المخطر صاحب التسديدات القويه ستكون تسديده مباشره للمرمى اما انه ممكن تكون عرضيه البحث الراسيه احد المهاجمين نتابع هذا في هذه الدقائق سيعطي المعنويه تشويهه لفريق شباب قسم التالا كانت عرضيه تسديده في نفس الوقت هنا الكره لصالح شباب قسم التالا دائما رجع الكره للحارس
Thank you.
Thank you.
حميد دفاعات الشباب دائما حميد فحار التمرير دائما لصالح فريقه شباب قسم التجمع محمد البوش